كنا أنا وصديقاتي نلعب برا ولمحني عنصر من الدواعش طلب الزواج من أهلي إنه يغتصب أهلي إنهم يزوجوني وأنا عمري 13 سنة ما عاد في عنا الزواج ولا أي شيء. ضمن زواجنا ضمن سنة كانت معاناة وحياة صعبة وأنا عمري 13 سنة ما أعرف إيش يعني الزواج وهو ما نعني يعني من أي طلعة أو على أهلي أو شيء يعني اغتصاب الحياة هي ضمن سنة وهو انشت الجوزي وطلعنا عادين على الحسكة طلعنا نازحين أنا وأهله وفوتونا على مخيم الهول بقينا غادي سنتين وطلعنا بكفالة شوف العشائر ورجعنا. من المخيم رجعت على بيت أهلي ولقيت صديقاتي مكملة حياتها والدراسة والمتوفرة بشهادتها أما أنا ما كملت دراستي ولا كملت أي شيء بسبب زواجي المبكر. دربت على الخياطة وقررت إني أخيط.